قبل 3 سنوات كانت بدايتي كلاعب محترف لنادي الهلال السعودي. ينطلق مر 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 يا الله يا الله على طريقتي دييغو أرماندو مارادونا يصفق لها. ومن ثم انتقلت للعديد من الأندية، لكنني تعرضت لإصابة قوية جدا جعلتني أغيب عن الملاعب لأشهر طويلة، وللأسف مستواي انخفض كثيرا وصرت أتنقل من نادي إلى نادي، وأصبح مصيري مجهول لعدة سنوات حتى جاء الفرج لكي أبني مسيرتي من جديد، لأنني انضممت إلى